عليكم صحابي احبابي. اليوم سخانه يا خويا يا خويا، واش نحكي لكم؟ كيما راكم تشوفوا اليوم رانا بحله جديده الاحباب. اليوم راني في سيدي فرج هكذايا، اليوم ماشي هملا كيما مداري. اليوم راني متواجد هنايا في سيدي فرج، حبي يقول لي الصيف مازال له 3 شهور. واش راح نقول لكم؟ نتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم هكذا. اليوم حبيتكم ديروا معايا تحويسه هنا في سيدي فرج هكذا الاحباب. ندخلوا للبورت نشوفوا الحاله كيفاش راهي ونحطوا لابلاش هكذا الاحباب. تبعوا معنا. انا يا خويا يا خويا واش نحكي لك. الاحباب كيما قلت لكم والله اليوم جورني تاع سخانه، وحب يقول الصيف مازال ما بداش هكذا. كيما دوكا راني كيما فندق المنار هالي كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله نتمنوا هذا الصيف يجوز شباب، خاطش كيما على بالكم العام اللي فات مع كورونا ولو العام اللي فات رانا كيما نقولوا عامين جوزناهم بلا ما نحكوا هكذا. نتمنوا ان شاء الله هذا العام نجوزوه مليح هكذا الاحباب. تبعوا معايا ان شاء الله، نتمنى ما تندموش على هذا الفيديو هكذا الاحباب. تبعوا معنا. الاحباب كما قلت لكم هذه هي الدنيا وهذه هي البلاد. الدنيا ماشي غير خدمه، ماشي غير خدمه خدمه، شويه تحواس شويه خدمه شويه معيشه شويه عباده ولا لا لا. المهم دوكا حبيت نوريكم هذه البلاصه، على بالي نورمالمون كامل تعرفوها هكذايا. نوريكم واش كاين مورايا ها، الى راكم تشوفوا فيها بومبيست ها. شو يا ما تاسكيتو بلانتي سي محمد، اعطينا شويه حتى ليسونس يا حماد ديك ها يا ماتا. ايه هذه هي سيدي فرج كيفاش كانت كيفاش ولات. يعني كيما راكم تشوفوا هذه هي حلة جديدة، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الاحباب. كيما قلت لكم الاحباب وكيما راكم تشوفوا هذه هي سيدي فرج، راني نوريكم هنا لي ريستورو كيفاش راهم. حبي يقول حلة جديدة هاي ليك هكذا، نتمنى ان شاء الله تعجبكم كي تزوروها ما تندموش عليها هكذا الاحباب. هاي نكملوا المشوار ديالنا. One time.
الاحباب كما شفتوا كما رانا دوكا هنايا في البور هكذا الاحباب دوكا نحبطوا نضربوا دورا لا بلاج هكذا الاحباب هيا تبعوا معنا لا ريان الله يبارك حبيبي اش تقول لحبابنا اللي يجوا لكم هنا سيدي فرد احبابيكم عند خوتكم عند خونا شكون اسماعيل هكذا الاحباب مرحبا بكم عند خونا اسماعيل املك العواد الله يبارك بالله تعشها هكذا حبيبي يا اه يا مالك ان شاء الله يزوركم وتعجبهم الحاله هنا سيدي فرج هكذا الاحباب ان شاء الله وهذه هي الاجواء في لابلاص كيفاش رايحه حالها المهم الاحباب كما شفتوا هذه هي لا جورني تاع اليوم هذه هي سيدي فرج وكما حبيت نقول لكم الحاجه المليحه اللي دارها سيدي فرج حاب يقول لك راس اللي كانوا محتلين لي بلاص كامل لي باراسول نحاوهم حاب يقول واحد كيجي مع لا فامي كما نقولوا يقدر يسطالي وين يحب في الصف الاول دوزيام تروازيام وين يحب يسطالي هكذا الاحباب المهم هذه يا سيدي فرج مرحبا بكم هكذا الاحباب ما تنساوناش بلي جام بلي بارطاج ما ليا غنقول لكم سلام